يقول السائل: أرجو تفسير هذه الآية، عندما خاطب الله موسى عليه السلام قال: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أين هذا الواد؟ الوادي هذا في عند الطور، المكان الذي كلم الله فيه موسى عندما رجع من بلاد مدين ذاهبا إلى مصر ومعه زوجته، وكان في صحراء سيناء، كان يسمى سيناء أو صحراء سيناء، حصل هذا الكرامة من الله له، فهذا الوادي في سيناء. نعم.